السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى من حي سيدي عبد الكريم مع مغضيفة. مغضيفة كتسكن في واحد البيت إذا جينا نقول آيل للسقوط، على ما شفنا إحنا ولا ما عايننا أنه بيت آيل للسقوط، يعني من كافة الزوايا. مغضيفة شحال من عام أنت كتسكني هنا؟ لكي شل بنيتي ما عارفة شحال ليه تقريبا. واش نقول لك بنيتي؟ ما نعرفش نجيب لك الكارت شوفي. لاش انتي شحال في عمرك؟ في عمري ما قدرش كرة تكون عندي شي 70 ولا هكاك. يعني وليداتك كلهم قلتيهم انتي هنا؟ ولدتهم كل شي هنا. وقلتي انا قبيله على ان كنتو كتخلصوا الكرة لهذا البيت هذا؟ ايه كنت خلص الكرة. مبقيتوش كتخلصوا؟ لا مبقيتش نخلصوا، يعني حتى مالي البيت مبقيتي عرفتي؟ مبقيت عرفتهمش. كنت عرفت ما كيتصلوا بيا ما والو. نحكي للجمهور، نحكي تفضلي الميكرو. ايه كما انت قولي ليهم ما كيبقاوش الناس كيفاش عشتي وكيفاش العيشة هادي كتشوفي فيها في الليل. بنيتي البارح اللي هاجمت عليا عضتني في الليل، ما نكذبش، هذا الشيء اللي كيخرج لي من هذا. للإشارة أن مي رضيفة حدا واحد البيت، ما نقولوش بيت، نقولو خربة بهذا المصطلح هذا العامي، حدا واحد الخربة هنايا فيها سراق الزيت، فيها الطوبات، كتشكى منها. يعني هي مي رضيفة ديما كتلقى مشاكل بالليل، سيرتو بالليل. في الليل. بالليل بنيتي ما عندي صحة، ما عندي والو، عندي الله. والشتا ملي كتعود الشتا كارفصة حالتي، ما هي حالة وعيشتي ما هي عيشة، ما نكذبش. يعني كيتصب عليك الشتا؟ كتصب عليا من الله ليا. كيعمر لك فراشك؟ كل شيء عمر لي، ماهيش زعماتين. كيف كنشوفوا على أن البيت هنايا ما كاينش شي ضالة مثلا، كاين غير اللوح، كاين غير القصب، إلا صبات الشتا كل شيء يعني كيولي عندها واد. كل شيء بواد واحد، ما عديت حتى حاجه لي صالح ليا، ما كاين. ما خدامه السيده؟ ما خدامه ما والو. شكون كيعولك امي الضيفه؟ كنعول رويسي بوحدي، حيتي ما كان ردات بواحد. داكشي اللي قسم الله نوبا خويا نوبا بريري تاعاته، ما نكذبش، ما غنديش تفخم غنقول شي باش عايشة. ما كرضاش بشي واحد اللي دار يا الله. الإشارة متابعينا الكرام أن جيران مغضيفة هما اللي اتصلوا بنا، هما اللي حكاونا على الحالة ديالها، حنا ما كنعرفوهاش، ما كنعرفوش الحيثية ديالتها كيفاش كتعيش، ما عندناش شي صلة تربط بها. فبالتالي هي مغضيفة راه ما بغاش تهضر، هي كتقول لك قول قول. الأمر اللي كنهضروا فيها دابا راه هي براسها حكاتها لينا. نداءنا للجمعيات، نداءنا للناس المسؤولين في المدينة، على الاقل يرموا لها غير السقف ديال البيت ديالها فين كتعيش، او الاولى هي براسها يدوها شي بلاصه تعيش فيها. كمل المرضيفه. اي نطلب من الناس يدوني شي بلاصه ندير فيها، ما قاطع عندي صحه هادشي، عندي الصحه ما بقيت قداش. مرضيفه صراحة معرضة للخطر أن البيت ينهار عليها في أي لحظة، سيرتو دابا حنا على أبواب فصل الشتاء، وكيكون الريح وكيكون البرد. هنا راه جات غاشي نفة خفيفة عندنا في سميتو، راه غطير لها السقف كامل غددي. ما كانش هكا، ولكن عام على عام على عام كيتدهور، تدهور زعما الحالة ديالها. وهذا البيت هذا راه تقريبا اش غنقول لكم، راه من الخمسينات اولا من الربعينات ما فيش اصلاح، راه غير الحال ديالو يبين لكم. راه حتى الا شفتو فيه كتنعس راه باص كيفاش كتعس السيده، راه ما عندهاش حتى الشراجم فين يتهوى. حنا فاش دخلنا غير داخل عندها والله العظيم لا تخنقنا، حنا براسنا ما قدرناش كنقولها خرجي على برا فاش نهضروا. الاكسجين ما كيدورش عندها في البيت هنايا. ويعني نتمنى الله تعالى انه يعني يحنن فيها القلوب، انه يفتح لها باب الخير، وانه يسر الامر ديالها. ويعني نتمنى من المشاهدين ان الحاله هذه تيتنا القبول عندكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.